بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع أبيكو كورت. أبي كورت فورت قطرة لعلاج الحساسية، علاج الالتهابات. أبي كورت هو عبارة عن فورت دروبس، يعني قطرة للعين، من افضل الادوية لعلاج الالتهابات والحساسية. تعطى للحد من التهاب العيون. يتكون المادة الفعالة فيها هي بريتينيزولون. يعمل على تقليل تورم العين والالام في التهابات العين والتهابات الملتحمة والتهاب القزحية. اول حاجة هنتعرف عليها بالنسبة لأبي كورت فورت قطرة للعين هو دواء الاستعمال. دواء الاستعمال رقم واحد تستعمل في علاج التهابات العين الناتجة عن الاصابة بالعدوى. رقم اتنين تستعمل في علاج التهابات العين او القرحة التي تصيب القرنية او التهاب القزحية او التهاب الملتحمة. ايه هي الجرعة وايه هي طريقة استعمال ابيكورت فورت قطرة للعين؟ الجرعة المعتادة هي من مرتين الى اربع مرات يوميا، وطبعا تختلف الجرعة حسب الحالة وحسب سن المريض، وطبعا اللي بيحدد الحالة هو الطبيب المعالج، ويجب ان يكون تحديد الجرعة حسب الطبيب، لان هو اللي شايف الحالة وشايف سن المريض وشايف الحالة اللي قدامه تستاهل جرعة قد ايه. طيب ايه الاثار الجانبية لأبي كورت فورت قطرة؟ يمكن ان يحدث رقم واحد حرقان او تهيج في العين، وايضا من المحتمل ان يحدث حكة واحمرار في العين. ايضا ايضا يمكن ان يحدث عدم وضوح رؤية او حساسية من الضوء او ارتفاع في ضغط الدم في العين. طبعا كل الاعراض الجانبية للدواء تظهر فقط وبشكل نادر في حالة زيادة الجرعة عن المعتاد، لذلك فهي نادرة الحدوث بشكل عام. ما هي موانع استعمال أبي كورت فورت قطر العين وهي التحذيرات؟ يمنع استعماله في حالة المرضى الذين يعانون من حساسية زائدة لأي مكونات أبي كورت فورت. أيضا يمنع تناوله مع لقاحات الفيروسات الحية. أيضا يمنع استعماله في حالة العدوى البكتيرية، في حالة العدوى الفيروسية، في حالة العدوى الفطرية للعين. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتوا تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع أبيكو كورت. أبي كورت فورت قطرة لعلاج الحساسية، علاج الالتهابات. أبي كورت هو عبارة عن فورت دروبس، يعني قطرة للعين، من أفضل الأدوية لعلاج الالتهابات والحساسية. تعطى للحد من التهاب العيون. يتكون المادة الفعالة فيها هي بريتينيزولون. يعمل على تقليل تورم العين والألام في التهابات العين والتهابات الملتحمة والتهاب القزحية. أول حاجة هنتعرف عليها بالنسبة لأبي كورت فورت قطرة للعين هو دواء الاستعمال. دواء الاستعمال رقم واحد تستعمل في علاج التهابات العين الناتجة عن الإصابة بالعدوى. رقم اتنين تستعمل في علاج التهابات العين أو القرحة التي تصيب القرنية أو التهاب القزحية أو التهاب الملتحمة. إيه هي الجرعة وإيه هي طريقة استعمال أبي كورت فورت قطرة للعين؟ الجرعة المعتادة هي من مرتين إلى أربع مرات يوميا،
وطبعا تختلف الجرعة حسب الحالة وحسب سن المريض، وطبعا اللي بيحدد الحالة هو الطبيب المعالج، ويجب أن يكون تحديد الجرعة حسب الطبيب، لأن هو اللي شايف الحالة وشايف سن المريض وشايف الحالة اللي قدامه تستاهل جرعة قد إيه. طيب، إيه الآثار الجانبية لأبيكورتفورت قطرة؟ يمكن أن يحدث رقم واحد حرقان أو تهيج في العين، وأيضا من المحتمل أن يحدث حكة واحمرار في العين أيضا. أيضا يمكن أن يحدث عدم وضوح رؤية أو حساسية من الضوء أو ارتفاع في ضغط الدم في العين. طبعا كل الأعراض الجانبية للدواء تظهر فقط وبشكل نادر في حالة زيادة الجرعة عن المعتاد، لذلك فهي نادرة الحدوث بشكل عام. ما هي موانع استعمال أبيكورتفورت قطر العين؟ وهي التحذيرات: يمنع استعماله في حالة المرضى الذين يعانون من حساسية زائدة لأي مكونات أبيكورتفورت، أيضا يمنع تناوله مع لقاحات الفيروسات الحية، أيضا يمنع استعماله في حالة العدوى البكتيرية، في حالة العدوى الفيروسية، في حالة العدوى الفطرية للعين. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتوا تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.